الدرا اخرى ما قالش هذاك الشيء غنقول عادل بعد كل شيء ديال الله <applause> ثانيا انا كنقول خويا عادل ما عندكش لاش تبرر نفسك او تشرح ولا هذا انا عارفه نيتو وعارفه شنو كاين وهذا هو المشكل اللي ما تيخليناش نديروا لقاءات مع بعض الجرائد او بعض لي سيت الكترونيك انا ثقتي فيكم مئة في المئة لهذا فعارفه ما كاينش مقص يعني هذاك خبث اللي دار انا من سمعت داك ما لان ما محتاجش اللي اعتذر ولا هو خويا هو كيعيط لي ونعيط له يعني بالعكس ما 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 نظنوش وما تجيش حتى البال يقول هو هو تكلم ماشي عليا تكلم على انه ما خليتو حد لان كان شي انتقادات عنده في شي كليب دار مع فاطمه الزراطراكس آه يمكن قات انتقادات بزاف قال لهم راه كلشي هدرتوا فيه الوغ جيبوا اللقاء كله يعني ما خليتو لطيفه قلتو ما مزوجه بلا ولاد قلتو هذه ما خليتوش يعني هذا هو